فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. تفضل. قال الإمام رحمه الله في المثال 31: قال التقرير على الأنكحة الفاسدة مفسدة إلا في تقرير الكفار على الأنكحة الفاسدة إذا أسلموا. قال فإنه واجب، لأن لو أفسدناها لزاهد الكفار في الإسلام خوفا من بطلان أنكحتهم فتقاعدوا عن الإسلام، والترغيب في الإسلام بتقريرهم على أنكحتهم أولى من التنفيذ من الإسلام بإفساد أنكحتهم، إذ لا مفسدة أقبح من تفويت الإسلام والسعي في تفويته. وكذلك لا يقتص منهم لمن قتلوه من المسلمين، ولا يغرمون ما أتلفوا على المسلمين من الأموال لما أتلفوه على المسلمين من الأموال، لأن لو ألزمناهم ذلك لتقاعدوا عن الإسلام. قال في المثال 32: التقرير على الكفر مفسدة عظيمة، لأنه أعظم المفاسد. وفي تقرير المرتد 3 أيام قولان: أحدهما لا يقرر وجوب إزالة المفاسد على الفور، والكفر من أعظم المفاسد. والثاني يقرر نظرا له، كما تجوز مصالحة أهل الحرب على التقرير. مصالحة ممتاز. أربعة أشهر ولا تجوز الزيادة عليه، لما في ذلك من تقرير أعظم المفاسد وأنكر المنكرات. فإن خيف على أهل الإسلام جاز التقرير بالصلح 10 سنين رعاية لمصالح المسلمين، وتوقعا في هذه المدة لإسلام بعض الكافرين. وقد صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة 10 سنين، فدخل منهم خلق كثير في الإسلام، ولا تجوز الزيادة عليها، لأن الكفر أنكر المنكرات، فلا يجوز التقرير عليه إلا بقدر ما جاءت به السنة. نعم، جزاك الله خير. هذه المسائل مسائل مهمة جدا، من هذه المسائل مسائل الأنكحة، وتكلمنا فيها في هذا. تكلمنا على الزواج صح، ومسألة الأنكحة الزواج أكثر من واحدة تكلمنا عنها، صحيح كده، تعينا منه. نعم. بيقول التقرير على الأنكحة الفاسدة، يعني إقرار الكفار على أنكحتهم في هذه المسألة، مسألة أيضا لو نظرت في عموم المقاصد الشريعة في هذا الباب لترى التحقيق. فإقرار الكفار على أنكحتهم لدرء مفسدة التنفير، لدرء مفسدة التنفير. يعني إيه لدرء مفسدة التنفير؟ مفسدة أن تنفره من الإسلام، عندما تقول له هذه ليست بامرأتك، أنت أصلا كنت كافرا، عقدك غير معتبر. فهي طبعا إذا كانت يعني لا تحبه ستنتهز الفرصة وما ترضى به وما ترجع له، فهو في تنفير. مسألة عدم إقرار أنكحة الجاهلية قد يكون فيه تنفير. فشوف هنا الشرع ينظر للمصلحة والمفسدة. أنكحة الجاهلية أنكحة لم ينزل الشرع بها، وأنكحة كانت على الباطل الذي هم فيه، لكن بقاؤهم عليه فيه مصلحة كبيرة، ونقد أنكحتهم فيه مفسدة عظيمة. المفسدة التنفير، مثله بالضبط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، اتركوه ما تقتلوه. فإقرارهم على أنكحتهم لعدم التنفير من الدين، فيسعون سعيا حثيثا إلى الدخول. أنت رأيت الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تقول حسن، لكننا فذكروا عن أنفسهم قتلوا كثيرا فأكثروا في القتل، سرقوا فأكثروا في السرقة، شربوا فأكثروا في الشرب، زنوا فأكثروا في الزنا. قال هل من هذا يعني لمغفرة أو صفح؟ فأنزل الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، وما يفعل ذلك يلقى أثاما وضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وأيضا للإقبال على الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ لما جاء يبايعه قبض يده، قال: لما قبضت يدك؟ قال: أشترط. قال: وما شرطك؟ قال: يغفر لي ما قد سلف. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله؟ اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. وحقيقة الأمر هنا مسألة التنفير ترتب عليها مسائل كثيرة جدا في الواقع، واقع النبوي بأصله. وذلك قلت: لا يتكلم في المقاصد إلا من يعني من دق نظره وتضلع العلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك عبد الله بن أبي بن سلول، عن عبد الله بن أبي بن سلول شره كان عظيما مستطيرا. أولا خزل الصحابة في غزوة أحد ورجع بثلثي الجيش، هذه كفيلة بقتله، كفيلة بقتله، وأراد يعني علو الكفر على المؤمنين. نعم. الثاني أنه قال: لئن رجعنا للمدينة ليخرجن العز منها، العز منها الأذل. كلمة كفر يؤذي النبي. قال: غبر علينا ابن أبي كبش، أعوذ بالله من غضب الله، يريد الانتقاص، استغفر الله. أيضا هو الذي تولى كبر حادثة الإفك، تولى كبره، ومع ذلك فإن النبي لم يقتله. كيف أخبارك أستاذي؟ رضي الله عنك حبيبي. لم يقتله. لما لم يقتله؟ حتى لا يكون التنفير. قال: لا يتحدث الناس لأن محمدا يقتل أصحابه. طبعا سر على ذلك كل المنافقين، حتى الخارجي كان فيه نوع تجرع على النبي عندما قال له: يا محمد اعدل، فإن قسمة لا يرد بها وجه الله. أيضا من أجل مسألة التنفير قبل أعذار المنافقين، حتى عاتبه رب العالمين: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. من ذلك أيضا عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائط، بابه باب التنفير هنا أصلا يشق. ولذلك لما قالت معاذة: لما نقضي الصيام دون الصلاة؟ وش قالت معاذة عائشة؟ أحرورية أنت؟ أنت من خوارج؟ هو أنا شوفه، لأن لما يقول بقول الخوارج ما قالوش يا خارجية، عشان الخوارجية يتعلموا. لما تكلمت بكلام الخوارج ما قالت لها يا خارجية، خوارجية يتعلموا، ما قالت يا خارجية، قالت إيش؟ أنت من الخوارج. نستفهم بقى تعليلي هنا، يبقى نعود إليه. أنت من الخوارج؟ نعود إليه. أنت قالت لا، شوفوا انظرونا لما قالت لا: أنا عالمة أتثبت من اللي هو أعلم مني، أو جاهلة أريد إيش؟ أنا أتعلم. تأدبت فارتفعت وسمت فعلمتها عائشة، مع أنها لما قالت بقول من؟ بقول الخوارج، لأن قلنا بأن الحائط تعيد الصلاة، قالت بقول الخوارج. ولذلك قالت لا: أخارجية أنت؟ أنا بس أستفسر منك، أخارجية أنت؟ قالت لا: إني عالمة أتثبت أو جاهلة أتعلم. قالت: قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. فانظر إلى العلم وكيف يتحرك الإنسان بعلم. وهنا النبي لم يأمرها بالأداء، ولم يأمر الذي صلى وأساء وأخطأ في الصلاة، وجاء للنبي قال في الثالثة: والذي نفسي بيدي لا أعلم إلا ما رأيت، علمني. الراجل ده من سنين بيصلي هذه الصلاة، يعني من سنين صلاته باطلة، ومع ذلك النبي لم يأمره بإعادة صلاة قبل هذه الصلاة فقط، هي الصلاة اللي بيصليها فقط، حتى ما أمره صلاة اليوم. هذا كله من أجل التنفيذ، من عيوب مقاصد الشريعة، عيوب مقاصد الشريعة. من ذلك مسألة المرتد والكافر الأصلي. فتقرير الكفار، نعم، تقرير الكفر مفسدة عظيمة، وتقرير المرتد ثلاثة أيام قولان. أقول هذه المسألة مسألة مهمة، نقف عندها مسألة تقرير الكفر. تقرير الكفر أصلا، الله جل وعلا ما خلق الخلق إلا لنشر التوحيد، ما خلق السماوات والأراضين إلا لتوحيده، فالكون كله من حولك يغرد توحيدا، فكيف الشريعة تأتي بتقرير الكفر على كفرهم؟ قلنا هذا فيه تفصيل. الشرع جاء لا يقر الكافر على كفر،
الشرع جاء لا يكر الكافر على كفر. دعك بقى من العلمانين البله السفهاء اللي للنهار يصدعون الناس يا متخلفين يا متطرفين يا فيكم وعليكم، احنا نريد الدين المستنير. انت مالك واحد كافر؟ انت مالك واحد شايل درسه؟ انت مالك؟ طب ما فيش واحد شايل درسه، انت مالك واحد لابس نظاره؟ انت مالك؟ صح كده؟ مش ده اللي بيتقال؟ واحد كافر انت مالك؟ واحده منتقبه اعلن الحرب عليها، واحد منتحي يقول لك الملتحي هو ده الملتحي. الله فين انت مالك؟ انت مالك دي مش موجوده في القاموس ده عند البشريه دي، عند الدين الاسلامي ما فيش القاموس ده غير موجود، غير موجود عند المسلمين. يبقى شوف 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 الملتحي ما ياخدلكش اسم لك ملتحي، كانه بيعادي اللحيه، بيعادي اللحيه. لا هو معناها انه بيعادي اللحيه. يا ابني ده النبي كان ملتحي، ده عيسى كان ملتحي، ده موسى كان ملتحي، ده ادم كان ملتحي. ده انت مش هتخد، ده انت لو علمت هتجد كل الانبياء على هذا الباب، لا تاخذ بحياتي ولا براسي. فكانه بيعادي الدين، بيعادي الدين المنتقبه. قال يا عم الشيخ كل حاجه، كل شيء قلتم ملك وماله، انت بتتدخل لما؟ هو انت ربنا الذي يغضب الناس؟ لا يا عم، لا لست انا ولست موصلا عن الله، انا فقط ابلغ شيء وهمشي. وده قلت لاكثر من واحد، يعني يقول لي، قلت له انتظر انتظر، انا لست ربا ولا اقضي ولا احكم عليك، لكن انت جاي اعلمك. انا بقى مامور شرعا في دي ومش هتقدر توقفني. هتقول لي كاني، اقول لك اقعد على جنب، هقوم جاي متكلم في الناس كلها يسمعوا ده، واخد بعض وامشي، تبرأ صحتي وانت فعل ما شئت بعد ذلك. فهو الحريه كلها في كل شيء الا انك تبقى دين. كل شيء حريه زي ما انت عايز الا انك تكون دين، الا ان انت يا اخي تكون عاصي بس مستمسك بدينك، بتبكي لانك عايز الدين ينتشر بين الناس مع انك عاصي. مش ممكن يرتدونها منك بحال من الاحوال في هذا الباب. فاصلا الكفر غير مرضي عنه، الله تعالى لا يرضى بالكفر بحال من الاحوال. ان الله ما خلق الكون قط الا للاسلام، ما خلق الكون قط الا للانبياء، الا للتوحيد، وجميع الانبياء جاءوا بالتوحيد، كما قال يوسف توفاني مسلما والحقني بالصالحين. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الانبياء اخوه لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. فالتأصيل العام الكفر لا يرتضي به الله جل في علاه. لذلك قال النبي امرت، او العاملون هيموتوا من هذا الحديث، يقول اقول عايز تعرف ام البخاري، وام البخاري دخلوا بقى في ابواب الكذب على رسول الله، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. تعالى المتنطع يقول لك لا والسند صحيح والحديث في الصحيح ونحن نحترم الصحيح صاحب الحقيقه، بقى يقول لك ولكن الفهم خطا. وتعال بقى نجيب الفهم، تعال تشوف التأويلات البارده التي يتأولونها، ها التأويلات الغبيه الجاهله لا يعرفون شيئا. امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله، ما لهاش حل، ليس لها حل. قاتل المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه. هو الارض اصلا تحتمل كافر بيشرك بالله، يعبد ثلاثة وخمسة وتسعة وسبعة، ويعبد البقر والفأر واللي بيعبد بوزة وحوزة ونوسة في هذا الباب. يعني هل هذا هؤلاء كده؟ هل هذا الدين يرتضي بمثل ذلك؟ أبدا، الدين لا يرضى بالكفر ولا يقره. ولذلك ما أحد بقى يأتيني ويقول لي أما قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب يا عم الراهب يا ما يا شيخ مش كده، سيب طبعا يا كمل زي ما انت بتقول، هات كل اللي هات. هو ايه اخذ فيها؟ ما فيش في القران قط شيء غير ده، فمن شاء فمن شاء فليكفر. قل له طب بالله عليك لما خيره لما يعذبه؟ اليس ظالما له؟ يعني انت كده بتتهم الله بالظلم وانت مش فاهم. طبعا هذا اسمه لازم القول، ولازم القول لازم قول. يعني هو بيقول الله خيره، يعني مؤمن او اكفر الامر اليك، صح؟ يبقى لما يعذبه؟ لما خيره لما يعذبه؟ مش انت اللي مخيرني يا ربي، مش انت سبحانك الذي خيرتني فانت مخيرني ليه ما تعذبني؟ يبقى ده ظلم، يبقى ده لازم اتهام الله بالظلم. ها ما واعملوا ما شئتم، يقول لك اهو تخير، فاهمني؟ لكن انت هات كل ايه واتي بالسياق تفهم معناه. والامر الثاني يقول له تعالى فمن شاف اليوم ومن شاف ليكفر، يبقى اذا هو مخير، صح كده؟ قلنا لازم هذه الايه ان الله ظالم، لو عذبه باختيار الكفر يبقى ظالم له، صح ولا لا؟ يبقى احتمالات ادت الى عقيده فاسده، يبقى الاحتمال ايه؟ فاسد، يبقى الاحتمال فاسد. وبعدين ده محتمل وعندنا المحكم، وايش قال الله تعالى؟ ها ها ده وقال وقف فمن كان يريد
في سورة الإسراء: فمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نرضي، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما. يصلاها مذموما ليه بقى جهنم يصلاها مذموما؟ محكم اهو الآن، محكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. محكم محكم. ها مش سامع وكل واحد فهمها انت الفصل. نعم. وطبعا هذه آية صريحة: ولا يرضى العباد الكفر، فاصل في الخطاب في هذا الباب. فيبقى إذا كيف تقولون بهذا وتقولون هو مخير؟ وحقيقة الأمر معنى الحديث ومعنى الآية وتوجيهها: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليش. فهذا أسلوب من أساليب العرب في أسلوب تهديد. ده أسلوب تهديد: طب اكفر وسترى، تعدى وسترجع. مش قال كما ده خلق نعيده؟ اكفر وسترى، ده أسلوب تهديد. ده أسلوب حقيقة الأمر فيه التهديد. الأخ عبد الرحمن فين؟ خمس دقايق. تعال يا عبد الرحمن. ماشي ما فيها شيء. والله؟ طب مثلا ما فتحتش الدرس؟ لا يا خالد افتح الدرس عشان كله يبقى يشرف. اتفضل خد اتفضل. انت مش محسود. لا. هو احسن الله عليك. فاذا هذا اسلوب تهديد. شوف الله جعل ايش قال في السياق: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، انا اعتدنا ايش للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. ده يبقى الاسلوب اسلوب ايش؟ تهديد. والسياق واضح في هذا الباب، سياق من فسرته والمقيدات. فده اسلوب تهديد اصلا. فاذا الله لا يرضى بالكفر ولا يرضى العباد الكفر. فاقرار الكفر غير وارد في الشرع. لكن ايش اللي بيحدث؟ هو التاصيل العام عدم تقرير الكفر. ويستثنى من ذلك احكام، بس ويستثنى من ذلك احكام: اخذ الجزيه عن اهل الكتاب والمجوس، وتركهم على هم فيه ان يجلسوا تحت حمايه المسلمين باعطاء الجزيه في هذا الباب، يؤمنون على انفسهم واموالهم واعراضهم، ولهم دينهم، لكم دينكم ولا دين. ده مستثنى، مش هو ده الاصل، ده المستثنى. فيبقى إذن تقرير الكفر أو تقرير أهل الكفر على ما هم فيه لم يكن حكما عاما، بل جاء مستثنا، جاء خاصا، جاء مستثنا. لذلك قال العلماء: المرتد لا يقر على ردته، من بدل دينه فاقتلوه. ولذلك لما قال النبي فاقتلوا، هذه دلالة على التعقيب والسرعة، فاقتلوا، اختلفوا في استتاباته ثلاثة أيام. ولأن معاذ، عندما ذهب إلى اليمن وجد أبا موسى الأشعري معه يهودي بجانبه، فقال: ما به؟ يعني ما بهذا اليهودي؟ قال: هذا أسلم ثم كفر. كان يهودي فأسلم ثم ارتد. قال: والله لا أجلس حتى يطبق فيه حد الله. فأبو موسى قام بالسيف وضربه فقتله، قال: أنا لي الآن أن أجلس، فاقتلوه. وعمر الخطاب قال يستتاب ثلاثة أيام، أطعموه خبزا في كل يوم وأعرضوا عليه الإسلام. أنا أدين الله بهذا أنه يستتاب، لكن العلماء نظروا في هذا الباب قالوا: لا يؤخر، لا يقر المرتد، وإن كان هناك استثناءات في إقرار للكافر لا إقرار للمرتد. لما يا شطار؟ لما؟ ممتاز. لأنه أعظم إيش؟ فسادا، أعظم فسادا في الدين المرتد، أعظم فسادا في الدين. لأن الكافر الأصلي جاء له تشريع عام، أما المرتد يأتي ينفر الناس من الإسلام كذبا وزورا. وده اللي كانوا بيعملوا آل عن أهل الأرض على ابن خطل، كان بقى اليهود. شوف الآية إيش قالت: آمنوا به وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يعني شوف خبث اليهود يفعلون، ادخلوا بعدين ارجع. إيه ده إيه ده إيه ده؟ نحن حسبنا إن الدين ده زي ده قريب من كتابنا، وإحنا أهل الكتاب، والكتاب اللي نزل على موسى ده إيه ده؟ بعيد جدا عن كتاب موسى، ده فيه أخلاط، ده فيه وطبعا بقى عندك إيه؟ أصحاب الأهواء والقلوب المريضة سعيا حثيثا وراء ذلك. وده اللي بيحصل الان بقى،
العلمانيون يريدون الانتقاص من العلماء، يأتون احنا سمعنا لك الله الله ايه الكلام الطيب دوت، انت اخذت بقلبنا وبلبك ازال اخوة بتخش، وانا ما جئت الا لاستفيد، واني ارى وارى، فهو جالس عمال يدبر يطلع في الاخر ايه ده، هو انت طلعت منهم، هو انت ايه ده اللي بيحصل دوت، ويبدأ يريد ينتقص عن ينفى. طبعا بقى هناك هبل يعني من المهابيل والمخابيل يسمعون لذلك فينتقصون، وده اللي حاصل وده اللي حاصل. احنا كنا بنسمع منك بتقول صلى على النبي، بنسمع منك وبعدين تبع كده يطلع بقى كيعسيب النحل الذين في قلوبهم مرض يظهرون، الذين في قلوبهم مرض يظهرون. تاني بيحصل اليهود كانوا يفعلون ذلك لمسألة الضعار، مسألة الوسط اللي في تشويش على قلوبهم، يدخلوا الاسلام بعد كده يرجعوا يقولوا لا 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 ده ديننا افضل منه بكتير. ولذلك اليهود ايش قالوا لما سئلوا عبادة الاصنام اولى ولا دين محمد، ايش قالوا؟ لا قالوا انتم ديانتكم اولى من ديانتكم من محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك المرتد يعني قد يكون بخبث ومكر الكفار يدخلون الاسلام يعني ثم يرتدون من اجل واحد يقول لك انا كنت مسلم وبعدين طلع بقى ملحد، هو اصلا ملحد لكن هو عمل كده عشان هذا الباب. بالضبط بالضبط كالذي تتحجب وتقول الحمد لله ان قلبي امتلأ سعادة بالحجاب وانه لا يفى للنساء، وانه بعد 15 بس ب 15 شهر عرض عليها فيلم ب 5 ملايين 15 مليون ولا 20 مليون. طبعا الواحد اصلا رايح جاي شال الزلط والطوب والطابوق حتى شال البلدوزر اللي بيشيل، فاهم حضرتك، وما وصلش ال 15 جنيه. والتاني اصلا وعد راح اتظهر بالجمال وبتاع 15 مليون، وعد طالع بيقول لك انا نمبر 1 وطالع هو مش عارف يعني رايح جاي وبياخد بالملايين على سفاهه وعلى عبط وعلى خيبه ما ليس فيها ثمة شيء. يعني لو اخذ حاجه محترمه مثلا ماشي، لكن ما في حتى اصلا اخذ شباب جر الشباب كلهم انهم يمشوا لابسين نظاره وفاتحين صدرهم ولابس بنطلون نازل طيب، واخد هو ما يقدرش يجيب دراجه ناريه بيجيب عجل او كل واحد على مستواه، وطالع بقى نفس الامر يحلق الحلاق كلها. طيب الشباب باسرها طلع في هذا الباب، خيبه عظيمه، اهدار لسواعد الامه، تضييع للامه. مثل ذلك يكرم، مثل ذلك يكرم ويعلى من شانه ويرفع، وهذا هو ها. لا بس لا هو اصلا في ملايين الدفع يا شيخ، ده في يا عم الناظر ابوس ايدك انت، ما انت مش عايز بقى بحاجه، ده اللي حصل حصل يا خلاص انتهى الموضوع، ده انتهى. فاللي انا اقصده هو هذا. فمثل ذلك تديله ب 15 مليون يتكلم خمس كلمات ب 15 مليون، هيدخل بقى راجل هيكتب قلكب ويدخل الحجاب حجاب ايه؟ وانا كنت مغيبه، دول خطفوني ذهنيا، الناس دول بيسيطروا على العقول. كان في طبيبه سالتني فانا اجبتها فقالت لي ما شاء الله، وانت حضرتك بتضحك؟ يعني هم قلت لها بضحك يعني انت فكرني حضرتك ايه؟ لا بضحك وبنكت كمان اهو. المهم انتهى الامر، فتكلمت معي بعض الشيء فسالتني سؤالا فقلت لها هذا خطا، فقالت في واحده امراه سالتها فقالت، فقلت لها نعم كلامها صح، قالت هي بتقول يعني تعلمت عندك في المجلس، قلت نعم كلامها صح، قالت لا كلامها غلط، فقلت لها عندما تقولي خطا لابد من ايه؟ من علم، صح من علم. قالت انتم كده بتسيطروا على العقول، دي طبيب يعني ده انت بتكلم طبيب بتقول لك انتوا بتسحبوا دماغ الناس، بس ايه ده في ايه؟ انت بتعمل له كده نام وتسحب منه عقله في هذا الباب؟ من بالله من يفعل ذلك؟ من يسحب العقول؟ يقول لك ده ساحر ما سمعلوش، انتوا بتسحبوا العقول، وحقيقه الامر ان هي ما عندهاش عقل اصلا، هي ما عندهاش عقل اصلا ما تقول بذلك. احنا بنقول لها احنا اصلا دليلنا قائدنا في هذا الباب، فنحن نقول يطلع هؤلاء ضعاف النفوس يسمعوا كلمتين يقول لك دول بيسحبوا عقول الناس، دكاتره اهو، ناس دكتوره مثقفه يعني مثقفه طبيبه تكون بهذه العقليه بهذه العقليه، فاهم؟ وانتم تسحبون عقول الناس، فاهم؟ تسحبون في جاذبيه في يدك بتسحب عقول الناس في هذا. لما تجد بقى ان ضعف العقول وضعف وامراض عقول وامراض قلوب تتفشى، يبقى اذا اضرب في هؤلاء كل الناس هتكون وراك، وده مجرب لان الله جل وعلا قال فاستخف قومه فاطعوه انهم كانوا هل عندهم عذر عند الله؟ ربنا اعذرهم؟ لا، رحيم في ست الدهر، رحيم في ست الدهر. فاستخف قومه فاطعوه انهم كانوا قوما فاسقين في هذا الباب. فالحق انه لابد يعني
المسألة تكون في شيء واحد فقط، هو أن عيون مقاصد الشريعة لابد أن تفهم على بابها الصحيح. أستاذ رمضان الساعة 5:15، نعم خلاص يا رمضان إن شاء الله ربع ساعة أكون عندك بإذن الله. فإذا أقول بأن التقرير الكفر غير وارد إلا باستثناءات، أما الردة لا يمكن أن تقر. فعلى ولي الأمر أن يقتل المرتد أو ينظر ما يفعله مصلحة للإسلام، مش مصلحة بقى له، مصلحة له ممكن تكون موضوعة في الاعتبار، مصلحة الإسلام، مصلحة الإسلام في حبسه في نفيه يرى المصلحة. هو ولي الأمر في هذا الباب أيضا مجتهد، يعلم يعني يجتهد أو يرجع للمجتهد، يعلم إيش اللي فيها تطبق، لأن النبي كان ولي أمر وما قتلش عبد الله بن مسعود ولا قتل الذي قال له اعدل، وهؤلاء النفاق ظهر جدا. فنقول فالمرتد مشكلته انه يفسد على التشريع العام، يفسد على الاسلام. وهم كما قلت يفعلون بالفعل اليهود، يدخلون ثم يخرجون، هي انتقبت واخيرا طلعت ب 15 مليون، هتنتقب ثاني عشان يجي لها عرض ب 25 مليون، فاجيب مش عارف في هذا الباب. لكن انا نتكلم على اساس الذي نيته صافيه لله جل وعلا، ذهب وجاء، نحن ذلك الرجل، نعصي ونتوب، هذا نحن في هذا الباب. فإذا هذه عيون مقاصد الشريعة تظهر جليا في مسألة تقرير التأصيل وكيفية التعامل معه. أما التقرير العام والتأصيل العام الكفر غير مقبول عند الله جل في علاه، غير مرضي، ما في تقرير على الكفر. لكن الاستثناءات موجودة، والاستثناءات منوطة بالشرع. وإذا قلت استثناءات أخي الكريم لابد أن تحفظ لها شيئا، وش هو؟ أنه لا أقصد استثناءات، لابد تحفظ لها شيئا، إيش هو؟ عدم الاستدامة. يعني الاستثناء ما فيش استثناء، ليس حكما عاما، عدم الاستدامة، لأنه المستثنى جاء كالرخصة، جاء لإيش؟ جاء لعلة، إذا انتفى الحكم، توقيت. فالمستثنى له التوقيت، ليس حكمه عموما، حكمه لا يكون على التعميم. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.